مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم، لقاء متجدد على شاشه الاسكندريه وقضايا ساخنه، قضايا كثيره عديده مشاهدينا الاعزاء نناقشها في خلال هذه الحلقه. الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون عن مشاكل المصدرين او المستوردين ومشاكل عده يعاني منها المواطن نتيجه وقف الاستيراد. ماذا نحن فاعلون؟ الغرف التجاريه، يعني الهيئات المعنية الكثيرة ومشكلات أكثر يعني بنلقي عليها الضوء بشكل كبير جدا، هتكون من خلال هذه الحلقة. لكن اليوم مولد الحبيب المصطفى، ذكرى الحبيب المصطفى ومولده، كنا نتمنى أن نكون في رحاب الحبيب المصطفى، لكن القلب يشتاق إلى الحبيب وهو يعرف، والله يعلم أننا نتمنى أن نكون بجواره وأن تكون حسن خواتيم بجوار الحبيب يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. كلنا نتمنى أن نرى الحبيب، وكلنا بنؤهل نفسنا في أشياء كثيرة جدا حتى نرى الحبيب. أسعدني الحظ الحمد لله ورأيت الحبيب في المنام من سنوات طويلة، ولكن أتمنى أن أراه كل يوم. إيه نعمل إيه عشان نرى الحبيب المصطفى؟ يعني علينا إن إحنا يعني ننام ونحن على وضوء، ننام ونحن نصلي عليه دائما، أشياء كثيرة جدا. طيب إحنا بنقول إن إحنا هنشوف الحبيب في المنام، في ناس شافت الحبيب ووصفت الحبيب، في وصف الحبيب مشاهدينا أشياء وكلمات ومواضيع كثيرة جدا، وفي وصف الحبيب المصطفى قدوتنا وحبيبنا ورسولنا بيسعدنا أن يكون معنا الشيخ مجدي مغربي، قارئ البعثات الخارجية وكلية القرآن الكريم وعلومها بجامعة الأزهر الشريف. نشوف مشاهدينا ونقول له كل سنة وانت طيب فضيلة الشيخ. وانت طيب يا رب، ان شاء الله كده كل ايامك طيبة. وإياكم يا رب. الله يخليك. ماذا عن وصف الحبيب المصطفى؟ والله يعجز اللسان عن وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن افضل ما قاله الله عز وجل وكتاب الله عز وجل في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه الله تبارك وتعالى بصفتين من صفاته، هم صفات الله عز وجل: الرأفة والرحمة، رؤوف رحيم. ويقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ايضا في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله تبارك وتعالى ايضا في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. والقرآن اسرد آيات كثيرات في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحضرني الآن أحد المحبين للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يصفوه ويقول فيه: عليه الصلاة والسلام، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفه. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد الوصف أحمد ما كفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هناك وصف أعظم من ذلك، وهو حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، كان هو وسيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومعهم الدليل عبد الله بن أريقط يهودي. فسار في الطريق من مكة إلى المدينة، ففي وسط المكان في وسط بين مكة والمدينة أراد أن يستريح، فوجد على مقربة منهم خيمة
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عبد الله بن رقد إلى صاحبة الخيمة تسمى أم معبد الخزاعية من بني خزاعة أو الخزاعية من بني خزاعة. فلما دخل النبي طلب منها طعاما أو شرابا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في ركن من أركان الخيمة شاة عجفاء قد أصابها الوزان والمرض. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذه الشاة؟ قالت يا هذا، هي لا تعرف أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النبي الذي المرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت أصابها الوزان فلم تخرج مع أقرانها من الغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلبها فطلب فيها أن يؤتى بهذه الشاة فأتى بها أبو بكر وعبد الله بن راقد. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فامتلأ الضرع فحلبها النبي وملأ قدرا فشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن راقد، ثم ملأه ثانية وتركه لأم معبد الخزاعية. وبعدما جلس واستراح أخذ في طريقهم إلى المدينة. فجاء بعد حين قبل المساء زوج هذه المرأة اللي هو أبو معبد اللي هو زوج أبو أم معبد الخزاعية، فقال له من أين أتيت بهذا الرجل؟ قالت لقد مر بنا رجل مبارك وفعل كذا وكذا وكذا وكذا. قال صفيه لي عساه أن يكون صاحب قريش الذين يبحثون عنه. وصفوه لي ده يمكن ده صاحب قريش الرجل المبارك. فوصفت أم معبد الخزاعية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول فقالت ظاهر الوضاء أبلج الوجه الله. حسن الخلق لم تعبه نجلة ولم تزريه صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج. واحدة واحدة بقى حاضر. نوصفها باللغة العامية بتاعتنا عشان وبعدين أرجع عشان الناس يعني تبقى الوصف واصل لهم قوي. حاضر. انا بس اقول الحديث كله ان شاء الله وابتدي اقول لحضرتك المعاني. قالت ام معبد في وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نجله ولم تزريه صعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي اشفاره وطف وفي صوته صح وفي عنقه سقح أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا هزر ولا نذر كأن منطقه خرزات نظلن يتحدر ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا أمر سارعوا إلى أمره وإذا إذا تكلم استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابث ولا مفند صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي. رواه الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. هذا خلينا بقى نوصف بالعامية هذا الحديث. احنا هناخد طبعا هو المعاني كثيرة وفيها يعني صعوبة بالغة، بس احنا هناخد المجمل بتاعها. يعني ظاهر الوضاءة يعني كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم ينير كالقمر. يعني نور النبي وجهه كثير الضوء كثير النور صلى الله عليه وسلم. ظاهر الوجه وضع أبلج الوجه يعني كان وشه أبيض. حسن الخلق البدن بتاعه ما فيش بطن ما فيش كان مستقيم ما فيش أي عيب لم تعبه نجلة ما فيش أي خطأ في خلقته لا يوجد في خلقته لم تعبه نجلة ولم تزيه صعلة وسيم صعلة الصعلة اللي هي يعني نحافة الشعر الأصلة لا غير صرعة
باللام قبل العين قبل غير الصعده. الصعده اللي هي اي حاجات تشوه الوجه نقول نكبه مثلا. نعم يعني اي حاجه في الفقه، اي حاجه، استقامه الجسد ما شاء الله، البدن مشدوده، قوامه الجسم، بدن عظيم. ولذلك في امر برضه اخر ثاني في وصف النبي، واحد قابل سيدنا النبي اعرابي بيقول له، بيقول له ايه؟ يا صديق الوجه لا رشيد القلب لولا رشاقة قدك ووجاهتك لشكوتك الى حبيب محمد. رشاقة يعني واحد اعرابي ثاني يوصف سيدنا النبي ما يعرفش ده حضرة النبي، بيقول له لولا رشاقة قدك، القد للبدن واستقامة البدن، لولا رشاقة قدك ووجاهتك لشكوتك الى حبيب محمد. وهو ما يعرفش ان ده برضه اللي بيحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيم القسيم لم تعبر جارة، في عينيه دعج وفي اشفاره وطف، اللي هي الرموش كحيفه كده عظيمه، وفي صوته صحيح، في دفء في صوت النبي صلى الله عليه وسلم حين التحدث. احور يعني الحور، حور العينين شداد البيض وسواد النني بيبقى اسود خالص. ولذلك قيل من هذا الحور هو حور عين كانهن لؤلؤ مكنون في صوره الواقع. احور اكحل يعني كذلك الكحل خلق كده. احور اكحل ازج، الزجج اللي هو ايه؟ ما فيش صفصف، ما فيش اقرن. يقال ان القرن ان الحواجب يعني مستوية. ربعة يعني لها طويل، لا طويل ولا لا تقحمه عينه من قصر، يعني اللي فوق مثلا واحد وهو قصير، واحد طويل يشوفه كده، او تشنقه من طول، او هو طويل زياده عن اللازم، لا هو وسط كده. طيب عايزه بقى اسال فضيلتك، كل الناس تتمنى رؤيه الحبيب في المنام، ايه اللي نعمله؟ ايه المواصفات؟ ايه الطقوس اللي يجب ان احنا نقوم بها عشان نشوف الحبيب المصطفى ان شاء الله؟ وهل لا يشبه بالرسول، واللي بيقول ان هو شاف الرسول يبقى شافه بالفعل؟ هو يقول ناس من شده الخوف انها بتبقاش مصدقه فما بتقولش. هو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتشبه بي، لا يتمثلي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والمقام ده مقام عالي شوية. طبعا أولا من أعظم يعني هذه الأمور أن يكون صاحبه المتمني لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده إخلاص، الإخلاص ويقين أنه سوف يرى، يقين يعني يقين في الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي يقول أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية. فإن كان في إخلاص بينه وبين ربنا عز وجل وبيكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة طالع المنبر، وهو طلع فقال امين في الدرجه الاولى، والثانيه قال امين، والثالثه قال امين، ففي الدرجه بعد ما خلص بيسالوه انت قلت كده ليه يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل وقال لي يا محمد خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك يا محمد، فقل امين. فقلت امين عليك يا رسول الله. فالصلاه على حضره النبي عظيمه، لها فضل عظيم. هو الاصل في الموضوع ان احنا ننام واحنا متوضئين، نام على الجنب الايمن. نعم. ونقول الورد بتاعنا. نعم، بس فين هم؟ فين هم الذاكرين؟ وفين هم اصحاب الاوراد؟ اين هم؟ يعني احنا برضه عايزين نتكلم برضه ايه؟ يعني لا موجودين، الخير في امتي الى يوم الدين. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، ما اقل حياء عبدي يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ فلابد يكون في طاعة وفي اتصال مع المولى عز وجل، يعني ليصل صاحب الأمنية وهذا صاحب الفضل لهذه الأمنية العظيمة، إن هو يكون في كد وتعب وسهر
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فيقول الله برضه في نفس السوره برضه قل هل يستوي الذين لا يقول لا يستوي. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من هو طبعا المقام ما معناه انه لا يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون دي في الزمر. بس هنا يقول الله عز وجل اما الذين امنوا فلهم جنات وهو ارزق ما كانوا يعملون. يعني اصحاب التعب اصحاب الكد اصحاب السهر اصحاب الدعاء اصحاب الاخلاص اصحاب اليقين دول لابد ان يكون لهم عند الله تبارك وتعالى مكافاه برؤيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. اجمل ما سمعت في ذكر الحبيب من انشاء كثير. ولكن انا يعني احب ان اقول ولو جزء صغير من وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا نعمة مسدى قد اصطفاك الله يا عالم الهدى قد اصطفاك الله يا عالم الهدى سبحانه بعطائه أرضاك وعلى المآب وعلى المآب وعلى المآب يذكر اسم محمد. الله أكبر الله أكبر ربنا أعطاك جد الحسين جد الحسين جد الحسين نبينا أهلا به سبحان ربي بالمعجزات حباك نطقت نطقت ذراع الشاة قائلة له دعني ولا يقرب طعامي فاكا نادت عليه غزالة في قيدها طاغا نادت عليه غزالة في قيدها طاغا أغثني قد وجدت شباكا والجزر حن إليك من أشواقه وبكى البعير بدمعه وأتاك والضب يشهد أن طه المصطفى وحصى الأراضيك يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا ماذا أقول لمدحي ماذا أقول والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله خير ختام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
شكرا فضيلة الشيخ، كل سنة وأنت طيب، وبنوتك الجميلة ترجع لنا بألف سلامة. يا أسماء، يا بنت الحبيب المصطفى، يا بنت الحبيب أبي بكر، يا رب على الاسم كده تكوني بالخلق والأخلاق وترجع لنا بألف سلامة. شكرا. فاصل، المشاهدين المستوردين والمستخلصين هيعملوا إيه في القرار؟